بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم، الأم الأب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديثنا عن ما يمكننا فعله لنزيد من اعتماد أطفالنا على أنفسهم، وخاصة أثناء تعلمهم عن بعد. اقترح على طفلك أن يعلق الجدول الأسبوعي على الحائط حيث يدرس، في الركن الذي يدرس فيه. لما؟ راحة وفسحة للعين والعقل، ويستطيع بها أن يتصبر على قروب انتهاء اليوم الدراسي. في هذا الجدول تستطيع الأم أن تتعرف على أوقات الفراغ أو الاستراحة، فبالتالي عندما تريد الاطمئنان على الطفل لن تسبب أي تشتيت لهذا الطفل أو إحراج أثناء مشاركته مع معلميه. بمعرفة الأوقات المتاحة يصبح لدينا فرصة لبعض المفرحات، عصير طازج، آيس كريم، بسكوت المفضل، نمتنع عن الشراب المحلى، ولكن هذه الأشياء ستحفر في الذاكرة لأنها أمور مستحيل إتمامها أو العمل بها وهو في المدرسة الحقيقية. تنظيمنا لركن الدراسة للطفل، ولا يلزم أن يكون مكتب، ولكن ركن خاص لكل طفل به أدواته ودفاتره وربما علبة المناديل، وأيضاً to keep hydrated الماء، ولكن في قارورة معينة حتى لا تحدث أي حوادث ويسقط الماء على الجهاز مثلا، من الأمور الممكن تريح الأم قبل الطفل. في حال وجود إخوة وأخوات يفضل أن نبعدهم عن بعض قدر الإمكان. لما؟ إن لم يكن ذلك متاحا ربما استخدام السماعات، ولكن لا أحبذ أن تكون السماعات على الأذان لفترة طويلة لكي لا يتحسس الطفل أو يستاء. في فقرة سألت فيها طالبات وطلاب من عمر العاشرة وإلى السادسة عشر في مراحل مختلفة تعليمية سؤال واحد: ما هو أصعب شيء واجهته في التعلم عن بعد؟ فعلا تفاجأت من الإجابة، كانت التالي: المشاركة. إذا كانت المشاركة صعبة وهم عن بعد، ستزيد من الصعوبة التي يواجهها الأطفال دخول الأم المتكرر أو الأب المتكرر أو الأخوة الباقين في أثناء شرح الحصة مع الطفل، فنحاول قدر الإمكان الامتناع عن ذلك. تواصلنا مع المدرسة عن طريق اجتماع عن بعد أو منصات مختلفة، أو أن يصلنا تقرير للطفل بشكل أسبوعي أو يومي يساعدنا كثيراً. وآخر نقطة مهمة جداً، لائحة المعززات، لائحة سعادة نشارك فيها نحن الآباء والأمهات ويشارك فيها الأطفال لأفكار بسيطة يمكننا أكيد تطبيقها خلال اليوم بعد انتهاء اليوم الدراسي، مثلاً لفة بالسيارة، الذهاب إلى البقالة، السماح للطفل بزيارة صديقه مع أخذ الاحترازات أكيد، السماح للطفلة بأنها تذهب إلى السينما لفيلم مناسب مع صديقتها، أمور تشوق الأطفال وتنشر السعادة والهدوء في منزل يتعلم عن بعد. ودمتم بخير.